الآن لسيد محمد عدنان، من ستكون له الغلبة؟ من يقابل كاظمة في الدور القادم والهدف الأول؟ الضربة الترجيحية الأولى تأتي لصالح العربي بعد التعادل إيجابا بهدف لكل من الفريقين في الوقت الأصلي. وبعد الراحة نلجأ الآن ولجأنا إلى ضربات الترجيح والهدف الأول للضربة. حسين بابا الآن الترجيحية الرابعة، ضاعت الضربة الترجيحية الرابعة للكويت، 3-2. والضربة الترجيحية الآن الخامسة، إذا سجل مبروك للعرب. إن شاء الله مسك أيضا مع سيد عدنان. سيد، أقول لك أنت بداية لغيت قطرة، وكنت في البداية سجلت هدف وعطيت الدافع للاعبين في التسجيل وإبعاد خالد للكرات. بسم الله الرحمن الرحيم، يعني ما راح أثني على كلام خالد في نقطة أن البلنتيات حظ. مباراة بالنسبة لي يعني كانت جدا جدا صعبة، مش صعوبتها في خطورة الفريقين الكويت أو العربي، صعوبتها كانت في فترة وقت المباراة، يعني لاعبين الكويت قادسية، بعضهم منتخب الكويت، كل هذه فرق كبيرة، فأعتقد أن هاي شوي كان بالإمكان المباراة تظهر أفضل من اللي ظهرت عليه، لكن الحمد لله على كل حال، يعني كنا أفضل نسبيا. كانت المباراة أغلبها في النص، استحواذ على الكرة، ساعات من عندنا ساعات من عندهم، بس أغلب الفرص كان إحنا أفضل أخطر نسبيا من فريق الكويت، بس في النهاية تقول مباراة عادلة أنها وصلت 1-1، كانت مباراة عادلة. يعطيك الصحة والعافية، مبروك إن شاء الله. أيضا نبارك مرة ثانية لفريق النادي العربي في